في ظل صدور عدة تقارير تتحدث عن النهج الموجود في دول الخليج من أجل التوجه إلى عمليات استحواذ واندماج كبير في المنطقة كرد على التراجعات في أسعار النفط وأيضا التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد، نلقي نظرة في هذا العرض الذي أعده لنا الزميل حازم الشيخ على أحجام وقيم وعلى طبيعة الصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. أولا نتحدث عن الأحجام والقيم، نحن كنا أمام تحديدا بالنسبة للقيمة في العام 2006 أكثر من 23 مليار دولار أمريكي إذن من الصفقات، متوقع للعام 2016 أن ترتفع هذه القيمة من الصفقات إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار أمريكي. بالنسبة للعدد، عدد العمليات والصفقات التي شهدناها إن كان اندماج أو استحواذ، أيضا كان لدينا في العام 2006 أكثر من 197، لكن انظروا في العام 2016 سننهي هذا العام على توقعات بأكثر من 395 صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة. الآن نتحدث أيضا عن أبرز العمليات، عمليات الاندماج والاستحواذ. الاندماج طبعا كان بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، بنكين إماراتيين رئيسيين، هذا من أول العمليات الاندماج التي سمعنا عنها في المنطقة. الأصول المجمعة لهذا الكيان الجديد الذي سينشأ عن اندماج هذين البنكين ستصل إلى 175 مليار دولار أمريكي. طبعا هذا سيؤدي إلى انخفاض التكلفة على البنكين إلى ما يصل إلى 135 مليار دولار أمريكي، والقيمة السوقية للكيان أو التكتل البنكي الجديد ستتخطى 29 مليار دولار أمريكي. لكن ما هو الهدف الأساسي من هذا الاندماج ومن هذه الصفقة؟ أولا تمويل المشاريع التنموية في دولة الإمارات، مواجهة التباطؤ الاقتصادي، ونعود مجددا لنتحدث عن محاولة مجابهة التراجع في أسعار النفط ومدخل لعمليات اندماج جديدة. ونحن كل مرة نعود لنسمع عن عمليات اندماج جديدة إشاعات ربما غير مؤكدة حتى الآن، نحن نتحدث فقط عن الصفقات وعن العمليات المؤكدة. الآن نتحدث عن صفقة اندماج أخرى مؤكدة طبعا، وهي بين مبادلة وأيبك أو شركة الاستثمارات البترولية الدولية، أيضا شركتين قياديتين أساسيتين في أبوظبي. تاريخ التنفيذ متوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل 2017. الديون ستكون بمستويات 42 مليار دولار أمريكي على الكيان الجديد، الأصول 135 مليار دولار أمريكي. مرة جديدة نتحدث عن الهدف، لماذا هذه العملية من الاندماج بين مبادلة وأيبك؟ دعم النمو في عدة قطاعات، هاتين الشركتين تعملان في قطاعات متعددة، أيبك ربما التركيز على البترول لكن مبادلة لها أذرع متعددة في مجالات متعددة، وبالتالي التكتل الجديد سيبحث أو يدعم التوسع في التكنولوجيا، الطاقة، الصناعة، العقار، الفضاء. أيضا نتحدث الآن عن الاندماجات والاستحواذات عبر الحدود الداخلة إلى منطقة الخليج. كنا رأينا في الكويت مثلا عمليات اندماج تصل إلى 868 مليون دولار أمريكي، الكويت كان لديها النصيب الأكبر، ثم السعودية، الإمارات 450 مليون. عدد الصفقات، الكويت وعلما بأنه من حيث القيمة كان لديها القيمة الأكبر لكن كان لديها فقط 17 صفقة، الإمارات التي لم يكن لديها القيمة الأكبر كان لديها 46 صفقة من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. الآن الشركات الخليجية نفسها التي نفذت عمليات في العالم، قطر كان لديها يعني صفقات اندماج واستحواذ تفوق 8 مليارات دولار، 8 مليارات و800 مليون دولار أمريكي، ثم السعودية، الإمارات أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. عدد الصفقات، رأينا قطر تنفذ 26 صفقة اندماج واستحواذ، السعودية 19 صفقة، الإمارات 63 صفقة من صفقات الاندماج والاستحواذ. الآن محفزات وتحديات عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. أولا المحفزات، خفض التكلفة ورفع الكفاءة الإدارية والتقنية من أجل تقليل التكلفة، فتح أسواق جديدة وزيادة الإيرادات، البحث عن مدخول إضافي غير المدخول العائد من تراجع أسعار النفط. التحديات طبعا ظهور تكتلات وشركات احتكارية ستكون شركات كبرى، إضافة إلى البنية التشريعية ربما التي ليست مهيئة بالشكل الكامل حتى الآن بما يلبي الطموحات من خلال هذا التوجه الجديد لصفقات اندماج واستحواذ في المنطقة.